مشاهدينا اهلا بكم، وهذه الحلقه الاحتفاليه والخاصه من برنامج مصر بتبني. كل عام انتم بخير. ساعات تفصلنا عن انتهاء عام 2019 وعن بدايه عام 2020. واذا كان لنا ان نطلق اسما او توصيفا على عام 2019 فسيكون بالتاكيد هو عام المشروعات القوميه العملاقه. وعلى طريق هذه المشروعات كان لمصر علامات طريق واضحه شملت كل خريطة مصر شمالا وجنوبا شرقا وغربا وفي كل المجالات دون استثناء، في الصحة والطرق والأمن الغذائي والتعليم والطاقة وغيرها. وكأن مصر تسابق الزمن حقا، وكأنها تحاول تعويض ما فاتها وهو كثير. نحو 40 مشروعا عملاقا تم افتتاحها في عام 2019 بالإضافة لمشاريع أقل حجما، ليصل المجموع لأكثر من 6200 مشروع طوال السنة، أي بمعدل 17 مشروعا يوميا. أضف لذلك عشرات المشاريع العملاقة التي تنتظر الافتتاح في العام المقبل. هذه الأرقام حقيقية في بلد يعيد بناء وجهه الحضاري ويسعى جادا لتحسين جودة حياة مواطنيه. كان لبرنامج مصر بتبني والذي ولد في عام 2019 فرصة التجول في بعض من هذه المشروعات، حاولنا خلالها جاهدين إعادة تقديمها للمشاهد ليرى بنفسه تطور عملها بعد افتتاحها وكيف أثرت بالفعل في محيطها. ركزنا في سلسلة حلقات متتابعة على ملف تحلية مياه البحر لخدمة المدن الساحلية، وهو تحد لو تعلمون عظيم وإنجاز لو تتابعون يدعو للفخر. لنشاهد. مشاهدينا اهلا بكم، وهذه الحلقه الجديده من برنامج مصر بتبني. تعرف المعجزه على انها الامر الذي تستطيع تحقيقه رغم ان كل الظروف كانت تؤكد استحاله ذلك في البدايه. ده بالتحديد ما حدث مع مصر في بنائها لمحطه الجلاله لتحليه مياه خليج السويس لتوفير مياه الشرب لمدينه الجلاله العالميه. مهندس مدحت، في انشاكو لمحطه الجلاله لتحليه المياه في عده تحديات مرتوا بيها. طبعًا. تحدي المكان، تحدي طبيعه الجغرافيا، وتحدي الزمن. انتوا يعني خلصتوها في وقت يعتبر قياسي جدا. بالظبط. مريتوا بالتحديات دي ازاي؟ هو طبيعه المكان للمحطه اللي تم تحديدها الانشاء في المكان دوت بالذات، ان دي المنطقه اللي كانت الوحيده الفارغه في خلفنا مدينه الجلاله، ودي الوحيده اللي تقع على البحر الاحمر اللي هناخد منه المياه للتحليه. كان مشكله المنطقه دي ان هي منطقه تجمع سيول اللي موجوده في مدينه في جبال الجلاله اللي ورانا. فكانت طبيعه التربه غير مستقره من ناحيه ان متنوعه نتيجه ان الرواسب اللي بتيجي من السيول، ادت ان تراكم التربه اللي هننشئ عليها المحطه مختلفه ومتنوعه. مش قادرين نحدد نوعيه التربه عشان نعرف نتعامل معاها. في التربه ما كانتش ثابته؟ ما كانتش ثابته كمان. مهندس معتز، وانا بحاول اتابع او اقرا شويه اثقف نفسي عن فكره محطات تحليه المياه، اظن ان احنا امام جيل جديد من محطات تحليه المياه في العالم. احنا لما بدانا عمليات التحليه في مصر او في العالم، بدانا مثلا احنا عندنا في مصر في التسعينات، كان تكلفه او استهلاك المتر المكعب من المياه المنتجه الصالحه للشرب كان بيستهلك من 11 ل 13 كيلو وات في الساعه. احنا بالسيستم الجديد اللي احنا موجودين فيه دلوقتي واللي احنا تم تنفيذه في محطه الجلاله، بنقدر نوصل لاستهلاك المتر المكعب من 3 ل 3.5 كيلو وات في الساعه تقريبا. ودي تقريبا حوالي نقدر نقول لغايه 36 38% حوالي كده، وده يعتبر انجاز كبير جدا. دكتور احمد، في المعمل اظن المياه بيقاس مدى درجه ملوحتها عده مرات في اليوم. بناخد عينه من المياه دي، بنحللها، بنعمل ليها قياسات. من ضمن القياسات دي اللي هي التي دي اس. في قياسات تانيه بتتم زي البي اتش، زي القلويه، زي العصر، زي التحليل البكتيري. بناخد عينات بكتيريه كل فتره برضه لميه المأخذ عشان نعرف مدى التلوث اللي جاي لنا، هل في كونتمينيشن. بعد كده في مرحله المعالجه الاوليه، بناخد عينات منها
برضو نفس التحليل الكيميائي اللي بنعملها عشان نحكم كفاءة الوحدة نفسها. باشمهندس حسن، هي مدينة الجلالة أكبر تجمع سياحي يمكن يكون مليوني لما يستكمل إن شاء إن شاء الله، فبالتالي العبء عليكم أكبر في توفير مية شرب لكل هذه الأعداد، في سياح، في مصريين، في طلاب، في مرضى، في المستشفيات. طبعا محطة تحلية مدينة الجلالة بطاقة 150 ألف متر مكعب يوم بتستهدف 1,000,000 نسمة، لأن من المخطط أن مدينة الجلالة دي مدينة مليونية سكنية وخدمية وسياحية، عشان كده احنا بنستخدم أحدث أسلوب أو تكنولوجي من التحكم والمراقبة للمحطة لضمان استمرارية عمل المحطة 24 ساعة. باشمهندس أحمد، احنا هنا في منتجع الجلالة السياحي، وده من أضخم المنتجعات السياحية في منطقة البحر الأحمر بشكل عام، وأكيد احتياجاتك للمية بعد كده هتكون كتير، لأنه ما شاء الله عندك عدد كبير من الغرف ومن المحال التجارية من الفيلات واستخدامات مياه كثيرة. الفندق الساحلي بيضم أيضا قاعات متقاعة متعددة الأغراض تستخدم حفل زفاف أو قاعة للمؤتمرات، بالإضافة لوجود 4 قاعات فرعية لمنطقة الجاردن حمامات السباحة، دي برضو بتستخدم اجتماعات مصغرة، بالإضافة الفندق بيضم عدد من حمامات السباحة. لو بنتكلم استكمالا لمنطقة الفندق الساحلي، فاحنا بنتكلم على شاليهات وفيلات فندقية بتدار إدارة فندقية فهتبقى تابعة للفندق. كل المكونات اللي بقولها لحضرتك ديت احتياجاتها هتبقى من المياه، طبعا كل ده هيستخدم المياه. لو بنتكلم كمان الفندق، محطة التكييف المركزية الخاصة بالفندق طبعا بيتم تغذيتها عن طريق خزانات، خزانات ديت بيتم تغذيتها برضه بتحتاج مية. بنتكلم في حمامات سباحة، بنتكلم في عندنا طبعا في فندق فيه نادي صحي، في الكلام ده كله. بنتكلم بعد كده في منطقة الأكوا بارك مدينة الألعاب المائية، فهي بتضم 64 لعبة بالإضافة لوجود 10 حمامات سباحة ل 71 شاليه. في عام 2030 سينتهي في مصر عصر اعتماد المدن الساحلية المصرية على مياه النيل، سيحدث ذلك في المدن الساحلية الشمالية الشرقية أو البحر الأحمر أو مدن الساحل الشمالي الغربي، كما في مدينة العالمين الجديدة حيث نحن الآن. تقول الأرقام إن إنتاج مصر من المياه المحلاة من مياه البحر كان لا يتعدى 20,000 متر مكعب من المياه يوميا، وذلك في فترة الثمانينات، وتركز ذلك في بعض المنتجعات السياحية كشرم الشيخ. في عام 2014 قفز الرقم إلى 78,000 متر مكعب من المياه يوميا، ثم قفز مرة أخرى إلى نحو 700,000 متر مكعب من المياه حاليا، ورقم مرشح لقفزة جديدة عند 2,000,000 متر مكعب من المياه يوميا بنهاية عام 2020. اللافت أن محطة العالمين الجديدة حيث نقف الآن من المحطات العملاقة التي تنتج حوالي 150,000 متر مكعب من المياه يوميا، تكفي لاستهلاك حوالي 1,000,000 شخص، على اعتبار أن معدل استهلاك الفرد اليومي في هذه المنطقة يتراوح ما بين 10 إلى 17 لترا. اللافت أيضا أن إنتاج هذه المحطة مرشح للمضاعفة مرة أخرى ليكفي استهلاك حوالي 2,000,000 شخص حال اكتمال بناء مدينة العالمين الجديدة. باشمهندس محمود، عشان نوصل لمحطة تحلية مياه بحر بهذه الكمية اليومية في هذا المكان، أكيد في اختلاف ما بين البحر المتوسط وشاطئ البحر الأحمر. إيه الخلاف اللي هنا؟ إيه التحديات اللي كانت هنا علشان توصلوا لهذه النتيجة؟ الحقيقة إحنا أول لما بدأنا، إحنا جينا 2000 ديسمبر 2016، كان موقع المحطة يمكن المدينة ما كانتش لسه ابتدت الأعمال الإنشائية فيها بصورة زي اللي موجودة دلوقتي حاليا، فكان موقع المحطة على البحر اتجاه الشمالي بعيد عن الطريق حوالي 4 كيلو متر، وده كان ان احنا ازاي نوصل بمعداتنا ونوصل بكل الطاقم التنفيذ اللي هيقوم بتنفيذ المحطة. الجانب الاخر بقى اللي هو البحري، اللي هو الجزء الاخر البحري، طبعا مختلف تماما عن البحر الاحمر. احنا هنا البحر الابيض ده بحر مفتوح تماما، محتاجين علشان نقدر نوصل للاعماق اللي احنا محتاجينها محتاجين نمشي مسافه اكبر بكتير من البحر الاحمر. البحر الاحمر طبعا مواسير ابعد شويه، ابعد طبعا بكتير. احنا هنا وصلنا لغايه 2 كيلو متر داخل البحر علشان نقدر نوصل للليفل الميه اللي احنا نسحب بيه الكميه المطلوبه.
باشمهندس عمر، ده المأخذ اللي بيجيب المياه من البحر المتوسط ويدخلها للمحطة عشان تاخد بعد كده مراحلها في الفلترة إلى ذلك، وأكيد طبيعة البحر المتوسط مختلفة شوية سواء في الأبعاد أو الأعماق عشان تحصل على مياه نقية إلى حد ما خالية من الشوائب. إيه اللي بيحصل؟ مظبوط، هو طبعا البحر المتوسط من البحر عندنا اللي هو البحور المفتوحة، عشان نقدر نجيب المياه اللي احنا محتاجينها الحجم اللي احنا محتاجينه عشان نقدر نعالج نطلع 150 ألف متر مكعب في اليوم، كان محتاجين كمية في حدود من 300 ل 350، شبه الضعف. طبعا كان لازم نخش بالمواسير عشان ننتج في الاخر 150 150 الف متر مكعب، كان لازم نخش بالمواسير طبعا بعمق 7 متر بطول داخل البحر في حدود ال 2 كيلو، خطين في 2 كيلو قطر 1600. مهندس عمرو، دي ثاني مرحله من مراحل العمليه، عمليه تحليه المياه هنا في محطه العلمين الجديده، واظن دي اهم مرحله لان انت فيها لازم تصفي كل المياه اللي داخله على باقي المراحل التصفيه. تمام. دي بنسميها المعالجه الابتدائيه. تمام، لما المياه بتخرج من المأخذ البحري بيتم عليها بعض القياسات في المعمل. تمام، زي العقاره، بنشوف العقاره قد ايه في المياه اللي جايلنا من البحر، بنشوف معدل كثافه الطمي اللي جايلنا من البحر قد ايه. طبعا كل المياه جايه بالرمل بتاعها فلازم تصفى. فاين ساند، فيري فاين ساند، برمل ناعم جدا. فبنبتدي نشتغل، بناخد القياسات دي ونبتدي نشتغل عليها عشان نحدد المعالجه الابتدائيه بتاعتنا. تمام، فهنا في محطه العلمين المياه اللي جايه من البحر مثلا معدل كثافه الطمي فيها 5، فبنبتدي معدل كثافه الطمي 5 ده ما ينفعش يخش مباشر على الاغشيه اللي هي مسؤوله عن فصل الاملاح، فبنعمل لها معالجة ابتدائية. مشوار التنمية الشاملة يبدأ دوما بالبنية التحتية وتوفير حاجات السكان والاستثمار والمستثمرين، ولتوفير مياه الشرب للمناطق الجديدة خاصة الساحلية لابد من اللجوء إلى نمط ذكي لإدارة موارد المياه أيا كانت. نحن الآن في طريقنا إلى شرق بورسعيد، نتابع كيف تخطط وتبني مصر لمستقبلها. باشمهندس ماجد، بطبيعة بنى محطات التحلية بقربها من البحر في دايما مشكلة مع التربة، ثبات التربة أو طبيعة التربة، إزاي تعاملتوا مع المكان ده في البداية؟ ده كان تحدي كبير بصراحة، لأن احنا المكان بعيد شوية وإحنا طبعا يعني احنا عدد العمالة وصل 1500 واحد، احنا عندنا تقريبا 3 كيلو مواسير في البحر أقطار 1800 ملي، اضطرينا برضو ان احنا نجيب المواسير مثلا عايمه، يعني بدل ما نجيب المواسير اطوال 12 متر وتتلحم هنا في الموقع جبناها عايمه من النرويج اطوال 300 و400 متر. باشمهندس حسن، احنا اول مره نحضر بنى محطه تحليه ميه في مصر، احنا قبل كده حضرنا محطات تم الانتهاء منها بالفعل، والحقيقه ان في جيوش من العمال منتشره في كل مكان، ازاي قسمتوا فرق العمل علشان توصلوا بالبنى للانتهاء منه في مرحله قياسيه او في وقت قياسي يعتبر؟ الصعوبات كانت بتاعه ان انت قعدت فتره طويله جدا في ان انت المباني عشان تطلع، تعرف مباني كلها مبنيه على خوازيق، ده اخد فترات طويله جدا في البنى، فانا استغليت الفتره دي كلها، انا مش قادر اشتغل كالكتروميكانيكال او كعمل كهرباء وميكانيكا، فكل اللي انا اقدر اعمله بره الموقع كفكره تصنيع عملته، بحيث ان انا ما اجي على الموقع هنا اقلل عدد ساعات العمل جدا فيها عن طريق الموضوع بيبقى بس تجميع للي انا صنعته بره الموقع. باشمهندس احمد، يمكن الوحده دي ما شفناش قبل كده في باقي محطات تحليه المياه اللي زرناها. تمام، وحده التنقيه الاضافيه خلينا نسميها. ده ترشيح فائق جوده. ترشيح فائق جوده. فائق جوده، هو ده فعلا حضرتك السيستم ده مش حضرتك ما شفتوش في المحطات اللي حضرتك شفناها قبل كده، ان هنا السيستم ده جديد تقريبا ما اتعملش بالحجم ده او بالكواليتي دي او بالحجم ده، ما اتعملش هنا في مصر قبل كده او تقريبا في الشرق الاوسط بالحجم، ان انا اعمل محطه 150 الف متر مكعب بنظام ترشيح فائق جوده الالتر فلتريشن في الشرق الاوسط تقريبا كله. ده سيستم معمول لطبيعه الميه اللي عندي هنا في اللي داخله عندي المحطه، تختلف من طبيعه المكان اللي انا هشتغل فيه، المياه كواليتي المياه اللي موجوده عندي اللي انا بسحب منه اللي انا باخذ منه المياه بتختلف من بحر احمر لبحر متوسط، بتختلف حجم الاريا او المساحه اللي انا شغال فيها، كل الحاجات دي بتختلف
في الديزاين بتاعي ان انا بعمل ري ارينجمنت او توزيع للمعدات. باشمهندس صفتي، زي ما في فرق عمل اشتغلت بالتوازي في بناء هذه المحطه من المرحله الاولى لغايه المراحل اللي احنا فيها، برضو في فرق عمل في التشغيل بدات بالتوازي في هذه الاعمال بدايه من اختيار ماخذ البحر وتحليلات المياه. احنا بدانا الاول سحبنا عينات مياه من ابعاد واعماق مختلفه من مياه البحر، والعينات دي تم تحليلها تحليل كيميائي وتحليل بيولوجي ومايكروبيولوجي للوقوف على انسب طرق وانسب انظمه لتحليه مياه البحر وانتاج المياه بالمواصفات القياسيه المطلوبه باقل تكلفه واحسن جوده. في خلال الوقت ده احنا ده اول مرحله عملناها، سحبنا بعد خروج النتائج التصميم بيصمم المشروع. طبعا بعد ما يتصمم بيرجع بيروح للاداره اداره المياه في الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، بيتم المراجعه والاعتماد التصميمات، نبتدي في مراحل التنفيذ. باشمهندس ايمن، هو الجميل ان احنا واحنا بنعمل المحطه دي دلوقتي بنجهز لمرحله مشابهه او محطه مشابهه للمحطه اللي موجودين فيها دلوقتي. ازاي مشيتوا العمل بالتوازي بين المحطه المقامه او بتقام بالفعل والمحطه اللي هتقام ان شاء الله في الفتره المقبله؟ هو طبعا ده اتعمل حسابه في تصميم المحطه ان المحطه هتنتج اول انتاجها 150 الف متر مكعب في اليوم وهتزيد ل 250 او 150 كمان، يعني احنا عملنا حسابنا ان هي تزيد 150 الف كمان ان شاء الله. فطبعا في بعض المباني لازم تتكرر، وفي مباني صعبه جدا في تنفيذها زي مبنى الماخذ البحري. فده اتعمل على انه يسحب من البحر ميه تكفي المرحلتين، علشان المبنى ده يعني صعوبة تنفيذه جنب البحر، بيتعمل له عمليات تغويص، احنا اشتغلناه بنظام اسمه سليب فورم. فطبعا ده مبنى صعب ما ينفعش نكرره تاني. فده اتعمل حساب المأخذ البحري لساعة المحطة الكاملة بعد إنشائها. ملف توفير مياه الشرب كما قلنا حظي باهتمام برنامج مصر بتبني، تخطينا الأمر من مشروعات تحلية مياه البحر لمشروعات تنقية مياه النيل، ولنتابع. تقول الوقائع والحقائق إن المشروعات المستمرة في قطاع مياه الشرب في مصر قفزت بترتيب بلدنا عالميا 18 درجة مرة واحدة في مؤشر قياس جودة مياه الشرب من المركز 71 إلى المركز 53 عالميا. باشمهندس محمد، دي المياه اللي جاية من النيل في أول رحلة في 600 ألف متر مكعب بيخرجوا بعد كده مياه عذبة صالحة للشرب، احكي لنا ايه اللي بيحصل في اول مرحله مرورا او وصولا للمرحله الاخرى. دلوقتي الميه بتيجي لي من ترعه اسماعيليه، فيها نوعين من الملوثات، هي جايه في خط 2500 ملم بتتقسم على مرحلتين، مرحله شرقيه ومرحله غربيه. احنا دلوقتي في المرحله الشرقيه. فيها نوعين من الملوثات، اول حاجه الفطريات والكائنات الدقيقه، ودي بتخلص بيها بالكلور. المعمل بيحدد لي جرعه الكلور المناسبه عشان تخلي الميه صالحه للشرب باختبار بيسموه البريك بوينت. بعد كده النوع الثاني هي العوالق، اللي هي المواد المتعلقه بالميه والحمل الميه من العوالق دي، بتخلص بيها بحاجه اسمها الشبه. الشبه دي المفروض ان هي بتكون حاجه اسمها النتف، تعمل حاجه اسمها تنتيف عشان تتخلص من العوالق دي، تبدا تعمل عمليه ترسيب. بتجمعها وتعمل ترسيب. الموضوع بيبدا ازاي؟ بحن الشبه، هحتاج اعمل اول حاجه ترويب للشبه في الميه، مزج كويس بين الشبه والميه. دي بيحصل في حاجه اسمها الفلاش ميكسنج او المكسر السريع اللي احنا شايفينه قدامنا ده، اللي احنا واقفين قدامها حاليا. باشمهندس ناجح، دي المرحله الثانيه من مراحل تنقيه المياه هنا في محطه العشر من رمضان. تمام. اوصف لنا ايه اللي بيحصل ده، تقريبا مرحله الفلتره بقى. تمام. مرحله الفلتره او الترشيح، بعد ما المياه جازت او اتجازت المرحله الاولى اللي هي مرحله المروقات اللي فيها ازاله المواد العالقه بالميه اللي جايه من ترعه اسماعيليه او من نهر النيل، نبدا المرحله اللي هي النظافه النهائيه. تمام. بحيث المياه توصل للمستهلك بيور بدون اي مواد عالقه. بنسمي المكان اللي احنا فيه دي منطقه المرشحات. في المحطه 48 مرشح او فلتر. بتعتمد نظريتها على ان انا بنجيب حبيبات رمل شبه متماثله في المسام بيناتها. اقطار الحبيبات لها تدريج معين. بتيجي بننزل الميه من اعلى الفلتر على مسطح رملي، المواد العالقه بتحتجز اعلى الرمل
زي مصفى يعني. زي مصفى بالظبط. باشمهندس احمد اظن من المهم جدا مع عمل الفلتر ان احنا نراقب عمل الفلتر. تمام. ده اللي بيحصل هنا دلوقتي. تمام. ايه اكتر حاجه بتراقبها؟ براقب هنا بالظبط دخول الميه وخروج الميه من الفلتر، ولو هو مثلا ممكن فلتر لو عندي كذا فلتر مثلا واخد امر غسيل. تمام. بحاول ان انا اتابع بين الاثنين. تمام. اللي هو مثلا اللي بيهدر الاول بحاول ان انا ادخله قبل الثاني. تمام. بحس ان انا اخلص اخلص خطوات الغسيل. تمام. واخش على الفلتر الثاني. تمام. ايه اللي بتراقبه في الفلتر وهو شغال؟ الدخول والخروج. الدخول والخروج اهم حاجه. والليفل بتاعه. وضغط الهواء. تمام. ايه كمان اهم حاجه؟ ضغط الهواء والميه اللي داخله. تمام. امتى تقلق بقى؟ لا لو الكهرباء قطعت معايا. تمام. او كميه الميه اللي داخله لي اكتر من المفروض ان هي تخش. دكتور محمد، في محطات تحليه مياه البحر بيراقبوا دايما في المعمل نسبه الملوحه في الميه، انت في تنقير مياه النيل بتراقب ايه؟ انا يهمني طبعا في المقام الاول في محطات التنقيه اللي هي عمليه التنقيه نفسها ان انا اعرف نسبه العقاره بتاعت الميه اللي طالعه. فبيهمني اهم حاجه بالنسبه لي ان العقاره بتاعتي تكون في الليمت المحدد ليه بالنسبه للقانون بتاع وزاره الصحه. تكون اقل من الليمت اللي احنا متفقين عليه في الوزاره عند نسبه معينه. عند نسبه معينه. تاني حاجه براقب كميه الكلور اللي انا بضيفها، بشوف الريزيدوال بتاعها قد ايه، لان برده ليها نسبه مضافه المفروض ما ازيدش عنها. باشمهندس محمد، احنا عندنا دلوقتي استعداد في محطه العاشر من رمضان لمضاعفه الكميه، يعني 600,000 يبقوا 1,200,000 ان شاء الله بعد التوسعه اللي بتحصل في الخلفيه دي او ورانا دي. قولوا لنا امتى هيحصل ده وباي تكاليف وايه هتكون ظروف التكمله ان شاء الله او توسعه؟ التوسعه دي بنعملها بدايه من المأخذ، بنزود طاقه المأخذ، الطاقه اللي هي الميه العكره اللي جايه من قلعه اسماعيليه، ورافع اوسط في النص عشان فرق المنسوب يرفع الميه لغايه في النهايه بتوصل الميه هنا لغايه محطه التنقيه. يعني هنضاعف المأخذ عشان نضاعف كميه الميه. بنضاعف بالظبط كده. التكلفه التوسعه ديت حوالي 1,000,000,000 جنيه. من المنتظر ان احنا ننهيها او تبتدي تجارب التشغيل فيها في سنه نص الاولاني من سنه 2020 ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله. بس اظن مش دي بس المرحله، مش دي بس المحطه الوحيده، محطه العاشر من رمضان سواء المرحله الاولى او الثانيه اكيد في مناطق اخرى. لا العاشر من رمضان بتتغذى دلوقتي حاليا من ثلاث محطات. دي المحطه الثالثه او مش الاخيره، دي الاحدث. وبعد الفاصل نواصل اللقاء وتابعونا. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، وهذه الحلقه الاحتفاليه من مصر بتبني. كنا حريصين في هذا البرنامج ان نحتكم دوما للغه الارقام الحاسمه والتي لا تكذب ولا تتجمل. ومن ضمن المشروعات التي تم افتتاحها في عام 2019 وسوف نتابعها معكم في حلقات العام الجديد، مشروعات تعد الاضخم في مصر والوطن العربي كمجمع الاسمده الفوسفاتيه في السويس ومدينه دمياط للاثاث ومشاريع الطاقه ومشروع التأمين الصحي والذي انطلق من بورسعيد كأحد مشاريع الحلم المصري ومشاريع الإسكان المختلفة في ربوع مصر وتوصيل الغاز الطبيعي والذي وصل في 5 سنوات ل4,000,000 وحدة سكنية. هذه مجرد نماذج لما تم ويتم. أما في مجال الأمن الغذائي فقد زرنا مشروع البيوت الزراعية العملاقة في مدينة الحمام على ساحل مصر الغربي والذي يعد فخرا وحلما تم تحقيقه. أيها السادة، نحن الآن في حضرة البيوت الزراعية العملاقة والتي تنشأ لأول مرة في مصر.
في عام 2016 بدأت الخطوات العملية الفعلية لتطبيق الحلم المصري الكبير بامتلاك الآلاف من البيوت الزراعية العملاقة. هذا الحلم كان يراود علماء الاقتصاد الزراعي والزراعة في مصر لعدة عقود، لكن مع تأخر وغياب الإرادة الجادة تأخر تنفيذ هذا الحلم. مع عودة الأمن والاستقرار ووجود الحاجة الحقيقية لمثل هذه المشروعات ووجود الإرادة الجادة، صرنا على بعد خطوات قليلة من امتلاك آلاف البيوت الزراعية التي يكفي إنتاجها إنتاج حوالي مليون فدان من الأراضي الزراعية التقليدية. مهندس خالد، قبل 2016 ما كانش عندنا التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالبيوت الزراعية العملاقة زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. واحنا بنخطط للحلم رحنا لأحدث التكنولوجيات الموجودة، عملنا ايه؟ احنا فنان ابتدينا من حيث انتهى الآخرين، بحيث ان احنا مش هنخترق العجلة، احنا خدنا أحدث تكنولوجيا موجودة في اسبانيا وابتدينا بها مشروعنا هنا. منطقة الخدمة دي بتخدم عدد مجموعتين بيوت زراعية، كل مجموعة 4 بيت زراعي، مساحة البيت الواحد 3 فدان، فأربعة بيدينا المجموعة الواحدة تدي 12 فدان. باشمهندس سعيد، نظام الضباب ده اللي بيدي يحافظ على درجة الرطوبة الموجودة هنا في البيت الزراعي اللي موجودين فيه. تمام حضرتك. درجة الرطوبة هنا حضرتك احنا بنظبطها على الجهاز بره على الكمبيوتر على حسب كل صنف، فأنا عندي الفلفل هنا درجة الرطوبة بتاعته بحتاج من 30% ل 50%. تمام. قلت درجة الرطوبة عن كده فالفوك سيستم الالكتروني بيشتغل، بياخد الاشاره من الكمبيوتر فبيشتغل عشان يظبط لي درجه الرطوبه لل 30 او 50% الرينج اللي بين 30 و 50. باشمهندس صابرين، احنا دايما في مصر عندنا مشكله في كميه تقاول بطاطس او جوده تقاول بطاطس عشان المنتج النهائي او المحصول النهائي. اظن هنا في الوحده دي الخاصه بانتاج تقاول بطاطس حليتوا المشكله او بتساعدوا في حل المشكله. الهدف من المشروع فعلا ان احنا نوفر كميه كبيره من انتاج تقاوي البطاطس، بدل ما مصر كانت بتستورد حوالي نص الكميه اللي احنا بنحتاجها. احنا عارفين ان احنا بنستهلك حوالي من 250 ل 400 الف طن سنويا من البطاطس. فبنستورد منها حوالي 150 الف طن، يعني تقريبا نص الكميه. فالهدف من المشروع هنا ان احنا نوفر حوالي 40% من الاستهلاك. مهندس اب، دي ثمار الطماطم اللي قاربت على النضج خلاص، هي دلوقتي خضراء وان شاء الله تنضج قريب ان شاء الله باذن الله. احنا في الصوب الزراعيه قضينا على فكره الطماطم المجنونه في الاسعار، لانه الفجوات في كميات الطماطم العروات يعني كده خلاص خلصنا منها، فالاسعار هتستقر بقى. اكيد الناس لاحظوا برضو الفرق في الاسعار السنه دي عن السنه اللي فاتت. بتوفير المنتج طبعا بزياده المعروض اكيد بيقل السعر. ذات اللي هو طبعا اسواق الجمله عموما بتعتبر ترمومتر لزياده الانتاج من خضر وفاكهه او لمستويات الاسعار هبوطا او صعودا. بعد انتاج الصور، المستويات في الانتاج او مستويات المعروض عامله ازاي ومستويات الاسعار بقت عامله ازاي؟ الصور بتنتج بره الفدان بتاعها بينتج 3 او 4 اضعاف الفدان العادي، فطبعا ده ادى فعلا لزياده الكميات. بدليل ان الاسعار حاليا من فتره اكتر من شهر الاسعار نزلت حوالي من 20 ل 25% في الخضار ده مثلا. ده خلال شهر؟ في خلال شهر اللي فات ده الاسعار نزلت من 20 ل 25%. ودي حقيقه. حاجة حميدو، انتاج الخيار السنه دي مثلا شفناه كتير واسعار تعتبر قليله بالنسبه للسنين اللي فاتت. كميات المعروض دلوقتي بقت بكثير والاسعار بقت لحد ما معقوله، انت شايف ده في السوق دلوقتي؟ الخيار حضرتك اصلا بيجي من 4 اتجاهات، من بين السويف والمنيا وحاليا في اسيوط، وانتاج الصور ده اللي الحمد لله وازن الاسعار والكميات كثيره السنه دي. فطبعا الخيار عندنا احنا في سوق العبور البلدي من 2.5 ل 3.5 جنيه، والصوب من 3.5 ل 5 جنيه. حاج ابراهيم، ايه اللي اختلف في نوع المعروض او كميه المعروض في السوق بعد انتاج الصوب الزراعي؟ عملت توازن كتير معايا في السوق. يعني بدل انا ما كنت بتيجي يعني في فصل الصيف ده بتلاقي موجه حاره قضت على الزراعه بتاعه المزارع، بتلاقي الاسعار ارتفعت، الطماطم ارتفعت، مش عارف دلوقتي اللي باظ في المزارع سدت الصوب. دكتور اشرف، القارئ للتاريخ الزراعي المصري سيلاحظ ان هناك ربما طفرات او مراحل مفصليه في هذا التاريخ، بدات مع محمد علي في تنظيم الزراعه في مصر، الإصلاح الزراعي سنة 52 وإصلاح الري في تلك الحقبة أيضا. نحن الآن أمام مشروع المليون ونص مليون فدان ومشروع الصوب الزراعية الموجودة في عدة أماكن في مصر. هل نحن أمام مرحلة مفصلية جديدة للزراعة في مصر؟ هذا واقع، نحن الآن في لحظة فارقة بالنسبة للتنمية الزراعية في مصر،
بالنسبه للتوسع الافقي والتوسع الراسي، بالنسبه للتوسع الافقي هناك اربعه مشروعات رئيسيه الان بدءا من عام 2014، مشروع الصواب الزراعيه، مشروع المليون ونصف فدان، مشروع تطوير مليون وحده حيوانيه، مشروع المجمعات السمكيه في غليون في كفر الشيخ وفي شرق القناه. مشروع البيوت الزراعية يتكامل مع مشروع استزراع المليون ونصف المليون فدان كأكبر مساحة أرض يتم إضافتها لثروة مصر الزراعية، وكنا هناك أيضا. احنا دلوقتي في منطقة المغرة، احدى مناطق استزراع المليون ونصف مليون فدان. الواقع ان ترويض الصحراء واستزراعها يشبه ترويض وحش كبير، لابد من استنباط أنواع معينة من الزراعة تتحمل هذه الظروف المناخية، أو التركيز على زراعات معينة بعينها تتحمل هذه الظروف. أيضاً إن الفلاح نفسه يتعود على نوع جديد من الزراعة، على نوع جديد من الأرض، على نوع جديد من العمل لم يتعود عليه في وادي النيل. محمد، عشان نشغل طلمبات المية ونخرج المية من الأرض وعلشان ننير المزرعة كلها لازم يكون في محطة طاقة شمسية كي تنتج الكهرباء وتدير هذه العمليات كلها. إذن لابد من هذه الوحدات الخاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. طيب خليني أقول لحضرتك إن هنا تبقى الاشتراطات الريف المصري ومشروع مليون ونصف فدان كبير على 230 فدان. المحطة اللي احنا فيها دلوقتي كفيلة إن هي تغذي 230 فدان على الزراعات اللي احنا عاملينها، الزراعات اللي داخله ضمن التركيب المحصولي طبقا للريف المصري ووزاره الزراعه ووزاره الري. سيده ناس، مش غريبه شويه ان سيده تدخل في مجال الاستثمار في زراعه الصحراء؟ ده مجال يعني صعب شويه على سيده. في الاول واخد 20 فدان، دلوقتي وصلت ل 350 فدان. ليه؟ لان انا 350 فدان دول هزرعهم كمان الجزولين. انا الاول كنت واخده 120 في فرنسا وكنت رايحه على اساس هزرع دول، فبصيت لقيت ان الارض بتاعتي هنا في مصر ما شاء الله تبارك الله، وحضرتك لو تبص ورانا دي بدايه الجزولين. باشمهندس محمد، هو يعني الغريب ان احنا في قلب الصحراء وهناك هذا النهر الطويل من المياه الجوفيه، قول لي ازاي جات لكم الفكره وازاي اضفتوا قيمه مضافه بتربيه الاسماك في هذه المياه واستفدتوا من المياه في النهايه في ري الارض؟ طبعا احنا اكيد في مكان صحراوي، منطقه جديده، تمام، عايزين كلها المنطقه دي تبقى خضراء، تمام. لازم عشان تخلي المنطقه دي خضراء لازم يبقى في انهار فوق الجبال دي، تمام. عشان كده صممنا احواض زي دي، تمام، بحيث ان هي تبقى مخزون للمياه، تمام، وفي نفس الوقت تستغلها في زراعه الاسماك، وهي الاسماك البحريه بمعنى اسماك اللوت، القاروص، الدنيس، الوقار، حنشان، تمام. ده علشان المياه مالحه او فيها نسبه ملوحه؟ عشان فيها نسبه ملوحه فعلا. وتاني هام والاهم يعني ان المياه دي للري الزراعي بتبقى صلاحه بنسبه 100%، لان بيبقى فيها اسماك طبيعي. باشمهندس حسام، عشان نزرع الصحراء لازم تكون في نباتات متوائمه مع بيئه الصحراء، مع ملوحه الارض، مع ملوحه المياه، مع المناخ المختلف، وبالتالي ممكن تكون الجوجوبا حل، بس احنا ما نعرفش يعني ايه جوجوبا في الاصل. هو الجوجوبا نبات بيزرع في الارض الهامشيه، يعني الاراضي اللي ميتها مالحه، المالحه اللي ميتها مالحه، المايه فيها قليله، ماشي. المغرى هنا ميتها كتيره لكن فيها مشكله ان المايه فيها ملحه. دي جوجوبا صح؟ دي جوجوبا، ده دي زهره مذكره. ماشي. هو نبات اقتصادي جدا، اقتصادي في زراعته، اقتصادي في خدمته، والعائد بتاعه قوي جدا. ده مثلا انتاج بذور الجوجوبا اللي لسه خارجه حالا من المزرعه، بيتم عصرها في هذا المصنع الصغير، ينتج منها زيت، بيدخل في عده صناعات كادوات التجميل او بعض صناعات الوقود. القيمه الاضافيه اللي ممكن تعملها زرعه او انتاج زي الجوجوبا بعد سنتين او ثلاثه من زراعته في الارض، تمام، بيبقى ازاي؟ اشرح لي. القيمه من اساسها اللي بيحددها الاستخدام بتاع الشيء اللي انا بستخدمه او المنتج اللي انا بستخدمه. بعض الدراسات بتقول ان احتياج العالم السنوي من زيت الجوجوبا بيتعدى ال 200,000 طن، في حين ان العالم كله بينتج 15,000 طن بس، يعني 7.5% من الاحتياج العالمي. فطبعا اللي بيحدد السعر العرض والطلب، فانا هنا عندي طلب عالي جدا وعندي عرض قليل جدا، وده اللي مخلي زيت الجوجوبا سعره عالي جدا.
وتكاملا مع مشاريع تأمين غذاء المصريين أقيمت مشروعات للاستزراع السمكي في عدة مناطق. زرنا مشروع غليون في كفر الشيخ وكانت هذه الدهشة. في طريق مصر إلى تحقيق التنمية الشاملة كان لابد من تحقيق الأمن والأمان الغذائي، ولذا كان لابد من بحث كل الوسائل الممكنة لسد الفجوة ما بين قدرات مصر على إنتاج الغذاء ومتطلبات المصريين من الأجيال الحالية والمستقبلية من هذا الغذاء في بلد يزيد بنحو 2 مليون نسمة سنويا. ولذا كان التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي على مساحات شاسعة لتوفير البروتين إلى المصريين. باشمهندس مؤمن، احنا في مصر بنستورد بحوالي 2 مليار جنيه سنويا جمبري بس. قول لي ازاي ممكن المشاريع اللي زي دي توفر ال 2 مليار او تعمل فائض حتى من انتاج الجمبري في مصر؟ حضرتك انا عندنا الحوض بتاع الجمبري 654 حوض جمبري. دي كبدايه معانا هنا في بركه غليون. احنا زي ما حضرتك قلت يعني تقريبا كنا شبه معدمين لزراعه الجمبري في مصر، كنا كل اعتمادنا على المصادر اللي هي من البحر. حاليا احنا ابتدينا ناخد الثقافه دي من دول شرق اسيا وابتدينا نطبقها عندنا. حضرتك وبعدين يعني دوره الجمبري مش دوره اللي هي طويله، مثلا انا بزرع الدنيس وقروص ممكن بيفضل معايا بالسنتين والثلاثه في الحوض. دوره الجمبري من 4 لـ6 شهور يعني زيها زي البلطي يعني. مهندس محمد، احنا طول عمرنا في مصر بنصطاد البلطي من النيل وبعض البحيرات. ايه اللي بيضيفه انتاج غليون لانتاج البلطي في مصر او لاستهلاك البلطي في مصر؟ طبعا حضرتك السوق كان في شهر، لو تفتكر حضرتك كان في شهر 8 وفي شهر 9 كان السمك وصل البلطي وصل 30 و35 جنيه. النهارده البلطي في السوق ماشي ما بين 22 ل 23 جنيه البلطي. باشمهندس صابر، دايما كان عندنا ميراث غير جيد بالنسبه للافكار اللي عند الناس حول علف الاسماك اللي بيستخدم وقد يكون بطريقه غير صحيه او غير امنه في بعض الاحيان. احنا الحمد لله هنا في هذا المصنع خالفنا هذه القاعده ووصلنا بعد كده للمنتج الجيد الصالح بشكل كبير للاسماك او لتغذيه الاسماك بشكل عام. وصلتوا للصيغه دي ازاي؟ الخامات بتاعتنا اللي بناخدها عباره عن ذره صفراء، كوز بفول صويا، عندنا جولتين ذره، عندنا دي دي جي اس، عندنا مسحوق سمك، مسحوق دواجن، عندنا فيتامينات واملاح، البرميكسات كامله اللي تم اتفاق عليها تابعه لاستشاره التغذيه بالنسبه للمصنع الاعلامي. ومش بنقبل اي خامه من الخامات دي الا بعد مقارنه النتائج بتاعتها بالنتائج اللي هي تابعه للمواصفه الكاسيه المصريه. استاذ محمد، معروف تاريخيا ان منطقه بركه غليون كانت من المناطق الفقيره جدا، من القرى الفقيره في مصر، لانه العماله كان فيها موسميه، مواسم الصيد ما كانتش منتظمه بشكل كبير. وجود مكان او مشروع زي بركه غليون حل مشاكل كتير او رفع كفاءه او قدره الناس على العمل. انا عندي هنا بيشتغل حوالي 1000 عامل بشكل مباشر وبشكل غير مباشر في هنا في قاع دلتا الانتاجي، بالاضافه كمان لوجود جميع التخصصات عندنا من مهندسين لاطباء بيطريين لثروه سمكيه، جميع التخصصات موجوده يا فندم. بالاضافه ان هو حل ازمه كبيره في المنطقه هنا بتشغيل يعني العاملين كلهم، 90% من العاملين من اهل المكان هنا فندم. دكتوره اميره ودكتوره نورهان، احنا دلوقتي في اكبر معمل تفريخ في الوطن العربي تقريبا او حتى في الشرق الاوسط لتفريخ الجمبري وبعض انواع الاسماك. قول لنا الاول يا دكتور اميره، يعني ايه تفريخ وبتعملوا ايه بالظبط بالنسبه للجمبري مثلا؟ تمام. هو عامه التفريخ هي دي مرحله مهمه جدا في حياه الاسماك. احنا بنبتدي بنحضر الامهات، بنجيب الاسماك بنحضرها تحت تغذيه معينه واضاءه معينه ودرجات حراره معينه، في سيستم كامل تحت رعايه الامهات دي عشان اقدر بعد كده احصل عليها الزريعه اللي انا عايزه احصل عليها بصحه جيده، يبقى عندي نيو جينيريشن جديد اقدر ان انا جيل جديد بالظبط اقدر ان انا اطوره بعد كده وان انا ازرعه. طب دكتوره نورهان، تحديدا ايه الانواع اللي ممكن نشتغل عليها دلوقتي او يعني نزود كفاءات انتاجنا منها؟ حاليا احنا بنجهز في تفريخ امهات الدنيس وامهات القاروص، هي اللي بتحتاج درجه حراره منخفضه في التوقيت اللي احنا فيه ده، بنبدا نجهز لها المياه. عامه السمكه هي البيئه اللي هي بتعيش فيها،
فطول ما انا عندي الميه السمكه عايشه فيها النظيفه. طبعا الميه هنا بتيجي من وحدات فلتره مش موجوده في الشرق الاوسط كله غير في محطه افريقيا الاسماك الجمبري هنا في غليون، بتعدي على درام فلتر، على ساند فلتر، على اوزون، على الترا فايلوت، على بروتين سكيمر، علشان الميه اللي تدخل للسمكه تكون نظيفه من كل الحاجات، من كل اي شوائب، اي بكتيريا، اي فيروسات ممكن ان هي تصيب الاسماك. فانا طول ما انا عندي الميه نظيفه فانا عندي سمكه بصحه كويسه. كما فعل محمد طلعت حرب باشا مؤسس الاقتصاد المصري حين تبنى في عصره المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفعل مصر الآن. تقول الحقائق إن هذا النوع من المشروعات يعد عماد أغلب الاقتصادات الكبرى. تقول أيضا إنها أول حلقة في سلسلة التاءات الأربع: توظيف، تشغيل، تصنيع، تصدير. حمد، هو أجمل حاجة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة إن هي بتغذي في النهاية صناعة كبيرة. فقول لي ايه اللي بيحصل عندك في الوحده الانتاجيه دي دلوقتي؟ انا ببدا ب ده مكنه واير كات، بشكل بيها تروس، وشكل بها استنباط صاج، وشكل بها استنباط بالمكنه دي. يعني في سكين مشرشره للتعبئه والتغليف، ودي يعني دي يعتبر من 75% منها بتطلع شغل انتاج المصانع. رضا، احنا ممكن نسمي الوحدة الانتاجية دي وحدة او الورشة اللي احنا فيها ورشة الاخوة الثلاثة. انتوا ثلاث اخوة بتقوموا على مشروع واحد في نجارة الباب والشباك وبعض الموبيليا. اللي فهمت انكم خدتوا قروض قبل كده وسددتوها، داخلين على قرض جديد. مظبوط يا استاذ احمد، احنا ثلاث اخوات، انا رضا الكبير، وفي جلال، وفي عماد الصغير. واحنا ثلاثة شغالين وشركاء في نفس الوقت مع بعض. والحمد لله بدأنا المشروع بتاعنا ده، كانت ورشة صغيرة، خدنا قرض من الصندوق الاجتماعي حوالي 250,000 أول مرحلة. الحمد لله سددناه، وخدنا قرض تاني 500,000. باشمهندس أيمن، ده مصنع منظفات صغير، وحضرتك بالنسبة لي نموذج للتحول من مصنع متناهي الصغر إلى مصنع صغير حاليا إلى مصنع إن شاء الله يكون متوسط في الفترة المقبلة. مرينا بأول مرحلتين إزاي؟ أول حقيقة أنا في البداية خالص كانت فعلا حاجة متناهية الصغر جدا، يعني أنا بدأت في وحدة صغيرة جدا، وواحدة واحدة بقى ابتدأت أوزع، فابتدأت أوزع على كل ما هو قريب مني، على مثلا أودي المحل الحاجة تمشي كويس، نبتدي طيب يبقوا محلين، طيب نبتدي نزود حاجة حاجة. ابتدأت كمان مش بس أعتمد على محلات، ابتدأت طب ندور بقى على أماكن تانية ممكن نعمل فيها، نبتدي طيب ندخل في مصانع نشوف الموضوع هيمشي هيبقى عامل، أو نعمل منتج جديد مثلا، ومنتج جديد طبعا. أشرف، دلوقتي عندنا المواد الخام للمصنع البلاستيك اللي احنا فيه اللي انت مقيمه علشان حقن أو تشكيل البلاستيك زي ما قلت. احنا دلوقتي عندنا الحمد لله مواد خام في مصر بنصنعها للحكاية دي. احكي لي بقى، انت بدأت ازاي لغاية ما وصلت للمصنع لحقن أو تشكيل البلاستيك؟ والله كان أنا كنت في بداية موظف. موظف. فلجأت إن أنا أقدر أعمل مشروع صغير. وفضلت أتوسع فيه لحد ما وصلت للمرحلة دي الحمد لله. بدأنا بقرض 180,000 عشان تجيب المكن ده، عشان اجيب اول مكنه. وبتصنع ايه دلوقتي؟ دلوقتي بنصنع حاجات تخص الخلاطات، وتخص المراوح، وتخص الحاجات المنزليه، الاطباق والحاجات دي. زي الكلام ده، زي الكلام ده. دي قاعده الخلاط صح؟ دي قاعده الخلاط. محمد، السلام عليكم. عليكم السلام. ده البلاستيك اللي خلاص اتحقن او اتشكل عشان يعمل اعاده الخلاط. تمام كده. طيب قول لي، انت شغال في الحكايه دي من قد ايه؟ يعني من 20 سنة. من 20 سنة؟ 20 سنة. اتطورت الصنعة شوية؟ أكيد. اتطورت طبعاً. التكنولوجيا بتاعتك؟ أكيد. إزاي؟ يعني كل يوم في تقدم، يعني كل يوم في تقدم لغاية ما نوصل للمرحلة دي. لحد ما توصل كده. احنا ما كناش بنصنع قبل كده قاعدة الخلاط. يعني الحاجات دي كلها كانت بتيجي من بره. كانت مستوردة. دلوقتي احنا بنصنعها. دلوقتي احنا بنصنعها. راح
بصراحة نجاحي ما كانتش سهلة برضو، ان انا خدت قرار ان انا لازم انجح زي اي حد. بدأت تقريبا كانوا عندي 4 عاملات فقط، مفيش غيرهم. بدأت اجيب عاملات وادربهم. جوزي بدأ هو اللي يشوف التسويق بره، يعني احنا الاتنين كملنا بعض. إنها إذن أكثر من 4000 مليار جنيه تم إنفاقها في 6 سنوات تتحدث في شكل مشاريع تنموية وإنتاجية على امتداد مصر. إنها جهود وسواعد المصريين لبناء بلدهم، وهي أيضا أحلام المصريين لجعل مستقبلهم أكثر أمنا واستقرارا. مصر بتبني ليس مجرد اسم اخترناه لبرنامجنا، ولكنه شعار مرحلة وواقع حال، واقع بدأ وسوف يستمر، وحال سيتغير للأحسن إن شاء الله. كل عام أنتم بخير ومصر في عافية وعمران. تقبلوا أطيب التحية مني أحمد بشتو، دمتم بخير وإلى اللقاء.